السلام عليكم، مرحبا بكم في طبقكم انيسا. الوسط اليوم تشهي بزاف 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 بنينه، درتها بالكراميل وكريمه الزبده، يعني بالكراميل واحد الكراميل خلطتها مع الماكسون، قلت باينه بلي تنتك وبنين وخرجت لي النتيجه ولا اروع. راح نشوفوا الوصفه مع بعض. اول حاجه راح نبداو نخدموا الكراميل تاعنا. في كسرونه راح ندير نص كاس سكر، يعني راح تقطع لكم كميه ما شاء الله، نخليه يذوب حتى ما يبود لي كراميل بهذا الشكل، يعني حتى نتخلصوا كامل من هذوك الحبيبات تاع السكر. بعدها راح عندي هنا ملعقه نشا كبيره، راح نضيف لها شويه تاع ما، نخلطهم بارد في بارد كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، هكذا نخلطهم، ندير لهم غير شويه تاع ما، نخلطهم بارد في بارد ونحطهم جانبا. دوكا شويه هكا راح نستعملوهم، فقط تبعوا الطريقه باش تنجح لكم الكراميل هذه. هنايا راكم تشوفوا، هنا طاح لي غير شويه تاع ما، تكتل لي هكذا كما راكم تشوفوا، ما يتخسرش الشكل تاعها لانه السكر كامل دابلي. راح نضيف عطر الكراميل حوالي كما ملعقه صغيره، نخلطهم مع بعض بهذا الشكل. هنا تشوفوا القوام تاعهم بدا يتكراميليزا. هنا راح نضيف هذاك الماء، حوالي كاس ماء اللي كيتل به السكر، راح نعمر به الماء. يعني كي يقول لكم كاس، معناتها الكاس اللي راكم تكيلوا به كامل المقادير كيلوا به الوصفه تاعكم. راح ندير نفس الكاس، راح ندير في هذاك الماء كامل كيما راكم تشوفوا، كيما ضفتوش ايطاب ايطاب، شوفوا كيفاش تكتل لي هذاك السكر، ذوبتو حتى ما داب لي كامل هذاك السكر، تم يذوب لكم. بعدها نضيف هذاك الخليط تاع المايزينا اللي خلطته مع الماء هكذا، ونبدا نخلط حتى ما يعقد لي وتتشكل لي خليط ثقيل. هذه هي الكراميل تاعنا، خلوها تعقد شويه ونحطها جانبا لوقت الاستعمال. هنا راح نبريباريو كريمه الزبده. هنا كريمه الزبده راح نستهلك، انا هنايا درت 200 غرام زبده، راح تستهلك لي 3 كيسان، من 2 الى 3 كيسان سكر كلاص. دوكا انا حطيت لكم وانتم تضيفوا، دير عطر الكراميل اول حاجه للزبده تاعنا الطريه، وضيفوا بشويه حتى تشوفوا هذاك الكريمه تاعكم ضعف القوام تاعها. وراح نضيف هنايا ملعقه كبيره تاع سيرو، اللي سيرو هذا انا بريباريه في الدار انايا، كاس سكر قلت لكم كاس ماء مع نص كاس سكر، حطهم يطيبوا. هنا راح ندرب هكذا حتى ما يصبح لنا القوام تاع هالي كريمه الزبده تاعنا بهذا الشكل. راكم تشوفوا خفيفه، تبدل اللون تاعها، المذاق تاعها يتبدل، الكراميل تاعنا بعد ما بردت. هنا عندي شوكولا بيضاء وضفت لها شويه شوكولا سوداء باش نتحصل على هذا اللون الكراميلي. عبالي تحوسوا بزاف على هذا اللون، يعني سهل. هنا عندي مول سيليكون هذا الشكل القلب، راح ندير هكذا شويه شيكولا وندهن الوجه تاعهم بهذا الشكل كامل. عندي هذا البانسو قلت لكم تاع المكياج، وانا خليته يعني ما استعملتش كامل به المكياج، خليته نخدم به المول سيليكون. ندير هذاك بهذا الشكل، قلت لكم نستعمل به عامري بزاف بزاف هايل، خير من كامل لي بانسو اللي نستعمل، باسكو دائما لي بانسو نستعملهم واحد تاع سيليكون ولا واحد يطيلي منه الريش، هذا ما يطي ما والو، هايل كما راكم تشوفوا. راح ندهن كامل هذيك الوجه تاعها، يعني تمتم نحطهم يبردوا واحد 5 دقائق هكذا ولا 2 دقائق، انا يدو تبرده واحده ونخرجهم. وهنايا لهاد المول تاع القلب لازم الاطراف تاعو، يعني لازم نديروا لهم شيكولا مليح، يعني حوالي انا حتى درت حتى 4 كوش. انا درها لك بعد ما بردوا، حز لهم كوش دوزيام، زدت خليتهم بردوا زدت لهم كوش تروازيام، لانه راح يهبلوكم الا ما درت لهمش شيكولا مليح الاطراف تاعهم، ما درت لهمش كاش 3 كوش ولا 2، لانه راح يغلبوكم وكي تجيو تنحاو يتكسروا لكم من الاطراف. هذه كانت واحد الخطره درت بهم شحال مره، ما تخلص عرفت لاستيش، باسكو تشوفوا فيديوهات في اليوتيوب ما يقولولكش لازم دير الاطراف مليح لازم هكا، باسكو كل مول سيليكون ولا لا، كاين مول سيليكون نخدم بهم بلا ما ندير الاطراف بزاف، يعني قسمه ندهن 2 خطرات خلاص، مي هذا يعيي صراحه. هنا راح ندير اول هذيك الكراميل خليتها وحده، وهنايا كما راكم تشوفوا هذه الكراميل الله السوداء لكم تشوفوا فيها، هذه هنا نفس الكراميل اللي خدمتها لكم، خلطتها مع الشوكولا مع الشوكولا الطيل كما راكم تشوفوا، وعمرت بها لانه تعطي مذاق ولا اروع. الشوكولا الطيل مع الكراميل هذه اللي خدمناها، خلطوهم ودهنوا بهم كما راكم تشوفوا، ما تعمروهمش بزاف باش ما يفيضولكمش هكذا. فقط طبقه هنا حندي نعمر بهذيك كريمه الزبده اللي درتها في البوش بهذا الشكل، ومن بعد نمسح بموس ولا باي حاجه، نمسح هذيك الطبقه هكذا، نسقمها مليح بهذا الشكل، يعني سقموه مليح هكذا.
باش ما تخرجلكمش زواد. انا عملت لكم هانيك القلوبه اللي خدمتهم، انا كان عندي المول تاع القلب تاعو مي سلفتو وتبحر لي سبورسون ما تسلفوش حاجتكم. من بعد رحت سلفت انا واحد اخر باسكو كي رحت نجيب تاعي قالوا لي ما كاش. دونك الحاصل ها وليت درت انا هنايا، هنا اللي تخسرت لي الحاجه ومن جاتني الشكل تاعها عجبني صراحه. درت هاديه عاود خدمت صابلي مدوره ودرتها من الفوق كما راكم تشوفون، نحيهم بكل سهوله كي ديروا الحشوه مليحه، كي ديروا لي كوش تاع الشيكولا مليح، خليتهم بردوا شويه في الثلاجه باش نحيهم فاسيلمون. درت هكذا فوق صابلي والتزيين يبقى لكم اختياري. انا هنايا التزيين درت لكم في فيديو سابق هذوما البابيون تاع الشوكولا كيفاش نخدموهم، راح نخلي لكم رابط الفيديو لتحت هكذا باش تشوفوهم كيفاش خدمناهم. ودرت لهم زيكات هكا تاع الشوكولا سوداء ولا تاع الحليب والشكل تاعها ولا اربع. تقدروا صابلي حتى لتحت ديروها في كوكاو ولا في اللوز محمص ولا باش يعطي لكم شكل واحد اخر. انا برك نعطيت لكم فكره ومن بعد نتوما زينوا كيما تحبوا. اذا عندكم مهيبه ولا اي حاجه تدوها معكم لانه حاجه بزاف بزاف بنينه وعلى بالي راح تعجبهم كامل. شوفوا الداخل كيفاش جايه الكراميل على ديك كريم الزبده تنهشوها. نقسم لكم حبه لا غالب كنت صايمه ومخدرتش ندقها حتى ما الفطور دقتها جات روعه. باي باي.